يا اخوتي السلام عليكم، فيديو جديد مع مورايد، اول فيديو في سنه 2022. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله وتحققوا داك الشيء اللي كتمناو. هاد ستوري تايم هادي شحال وانا كنفكر واش نعاودها ولا ما نعاودهاش، حيت حساسه شي شويه، وفي اخر المطاف قررت انا نعاودها لكم حيت خصني نشاركها معكم، يعني شي حاجه اللي مهمه طرات ليا خصها تشارك معكم. المهم الناس اللي كيتبايعوا وتشاراو بافيليك، خصوصا الناس اللي كيشريو ولا حتى اللي تيبيعوا بجوج في افيتو ولا مواقع ديال البيع والشراء، راه الفيديو ينفعكم بزاف. وسمحوا لي الا تعطلت عليكم شي شويه، راه غير مع الخدمه هذه اللي ما تزيدش تكون عندنا مزيره، ولكن واخا هكاك ما نخلفش المواعيد ديالي معكم فيديو في كل سيمانه. هادشي علاش خصك تخلي لي واحد لايك الا بانك السهله وشي كومونتير زوينه، وابوني ابوني اخوتي انا مهمه بزاف، الناس اللي ما دايرينش كيتفرجوا فيا الناس بزاف ما دايريناش. يلا كملوا معايا لا فيديو من بعد الانترو. مخافيش غير موراي دايز المطر اللي فيهم الالارم، هاد البو هدا تيزعزعهم خوتي. كيما قلت لكم هاد ستوري تايم هادي راه ما كنتش غادي نعاودها في خطرة، غير ملي تنفكر تعييت قلت بلي خصها تقال، حيت انا كنت فرجت لشي واحد دار شي فيديو بحال هكا عاود لينا الشي اللي طرالو كيما طرالي انا، ما كنتش نقدر نطيح في هذا الموقف، ما كنتش غادي نثيق داك الثقه العمياء. راه بزاف ديال الناس كيستعملوا هاد الاساليب بحال هكا، الدري ما كانش غادي ينصب عليه يدي للموتور، وانما المهم فاش بغا بحال اللي قلتي غير يتعرف معايا باش يبقى غادي يتور، عطيني الموتور سير بالموتور يلاه هو ركب معايا، فهمتي؟ خصوصا ديك الوقيته في 2017 2018 كان تي ماكس شي حاجه بحال دايز بشي جولد وين، مازال حتى دابا تي ماكس مازال عنده لعيبه. اخوان ديك التي ماكس اللي كانت عندي الايرون ماكس كنت كنبيعها، ديك الايرون بعدا عندها قصص عرفتي راه ليزيستوار راه فيلم خصني نقد عليها، عرفتي شحال من قصه وقع لي معاها. هذاك الموتور واحد اللحظه صافي كنت كنبيعو، واحد الوقيته صافي تشبعت من الموتور، التي ماكس مابقاش مقنعني وليت باغي نقلبها فيتاس، ماشي زعما عشت منها شي عيب ولا شي حاجه، وليت صافي بغيت ندير الفيتاس، يعني كيكون هو مريح في السفر الطويل اكثر من كروا راكم عارفين فيها مشاكل، ماشي ديال الطريق طويله بزاف. صافي كنت حطيتها في افيتو، حطيتها في افيتو و ماشي تنعيب لكم افيتو انه ما زوينش لما تعاملوش فيه، لا غير ردوا البال، وبنادم ما يكونش تايق يا غادي وصافي، يعني يكون بنادم رد باله حتى يكون فيها نصابة كما الناس كيتباعوا وتشارى، وكاينين الناس كينصبوا فيها. المهم كان حطيت الموتور في افيتو، وكان صيفط ليا واحد خونا ولد مكناس، دري دري صيفط ليا وحط النميره ديالي تما، صيفط لي في واتساب مكي لي مون كان جارين هذا في المغرب كاملين هما. كما قلت لكم صيفط ليا خويا تتبيع تي ماكس هي كدا، المهم داك التعارف كدا شي نهار نتلاقاو خصني نشوف الموتور حتى انا باغي نشري، قلت له مرحبا. صافي درنا انا وياه تلاقينا في واحد القهيوه في مكناس، المهم جلسنا الدريري اش نقول لكم، تشوفوا في وجهه تيريحك تترتاح، والهضره ديالو الصواب واش نقول لكم راه بزاف، يعني تيكون غير بحال هكا كاملين. المهم انا المهم الدري ارتحيت ليه، صافي بقى لي نشري موتور صافي، قلت ايه مرحبا علاش لا، ما لقاوش محسن منك ولد مدينتي بقى نشوف الموتور ديالي ديما الله ودي. صافي تفاهمنا على الثمن، والغريب في الامر ان بنادم غير ما تيردش البال، راه تيكونوا شي حوايج تيكونوا خويا تيكونوا في الاول شي عمليه نصب ولا شي حاجه، تيبقى يجوك شي ديزاين ديس هكا، ولكن ما تتردلهمش انت البال، تتبقى تشوف بحال اللي فمك صافي باغي تبيع ولا باغي دير باغي تفك، يعني من الاول السيد ما تشاطرش معايا بزاف، ما تشاطرش معايا نورمالمون موتور
داير تبالا هاد الفلوس راه ديك الساعة. المهم بدا تشاطر معايا هو تشاطر معايا هو يوم ولكن ماشي بشي طريقة ماشي نورمال ماشي هكا كيكون البيع والشراء في المغرب. دار معايا البيع والشراء ديال الكوري هو شحال تبيعو كدا وكدا لا نقص ليا كدا وكدا صافي صافي الله يسخر جوج كلمات هادي صافي رصينا على الثمن صافي درنا باش نسميتو فوقاش غادي نتكاتبو قال لي واقيلا من هنا واحد السيم. المهم زاد عطلني الموعد اللي درنا زاد عطلو شي شويه واحد السيم هنا على ما يدخل واحد الفلوس واحد اليوم ولا ثلاث ايام قال لي راه انا غنشد شيك ولكن في هاد المده ماشي صافي سير حتى ديك مثلا درناها فوقاش غايجيب لي الشيك ولا فوقاش هادو عاد تلاقينا لا كل نهار تيسول فيا اجي نتقهوى واجي نتلاقى واجي ابار بيع وشراء هادشي اللي غايبين لكم اللي باش غنعرف انا شنو اللي تحت راسو توكي انت اللي عطى الله عطاه عاد طلع معايا القلب كما كنقولوا. كما قلت لكم الدري ما غرضوش غير بالبيع والشراء يعني بحال اللي كنت بغيت نتلاقى معايا وهادي باش يستغل الموتور هو مازال عندي انا وهو غالبا ما كانش عول يشري الموتور حيت بدينا تنتلاقاو كل نهار وكنا مهم في الاخر قال لي نهار الجمعه صافي غنتكاتبوا حنا باقي تعرفنا واقيلا شي اثنين ولا فوقاش قال لي الجمعه غنتكاتبوا قلت له الله يسخر صافي مشى حتى الجمعه وثاني قال لي اخويا شي مشكل وقع ما وقع راه كاين شيك عندي دابا الا بغيتي نعطيك شيك وهادي قلت له خو ما نشدش عليك الشيك واقيلا كان عوال باش يعطيني زعما شيك كنت كاتبو انا وياه ونعطيه الموتور ولا ما عرفت قلت له انا لا الشيك ما غاديش نقبلو صافي قال لي خلي عندك ماشي مشكل قال لي خلي عندك الشيك وخلي عندك الموتور صافي نهار الاثنين نتكاتبو كاع هادي هي الطريقه باش زاد بحال اللي قلتي بس كسبت الثقه ديالي انا صافي قلت صافي ويلي السيد اللي بغى يعطيني الشيك ويعطيني وما غيشدش الموتور صافي هذا راه شاري معقول وهذا راه نيه وكان تيقول لي هذيك الوقيته فاش نتقهواو تيوصف لي على انه راه عايش واحد الحياه ديال الرفاهيه راه ساكن في واحد الحي اللي فيه غير فيلات وفيه خوتي المشكل فوقاش وقع في الويكاند السبت ولا الحد كنا جالسين في واحد القهوه كان هو جالس وسابقني وعيط لي قال لي اجي عندي انا في قهوه ماسترز صافي جلس هو تما جيت عنده نجلس هنايا باش ما نفوتش البلاصه على ما بغيت نعاود لكم لقيتو جالس جلسنا شي ساعه ما كان هو تيقول لي اخويا السيمو راه خصني نمشي نجيب شارجر من الدار ليس عليك الا ماشي مشكل عطيني الموتور نمشي نجيبو هادي صافي قلت انا منو يعني السيد كسب الثقه ديالي في ديك القضيه ديال هاك الشيك وخلي عندك الموتور بحال اللي قلتي داك الشيء علاش اصلا هو قال لي باش كسب الثقه ديالي باش يوصل لهاد النقطه انني نعطيه موتور بلا ما نكون معاه عطيته الموتور ما عرفتش انا براسي كي درت انا براسي ما عرفتش كي درت عطيت له الموتور عطيته له صافي ومشى شي ربع ساعه بلا حساب ربع ساعه ولا بحال هكا كل 10 دقائق هو تيصوني عليا خويا السيمو درت قصيده قلت له فين قال لي قدام الفوريان هذا هو الفوريان وهذا الرومبوان ما كانش عقلوا عليه ها نتوما الطريق كانت غادا نيشان وديك الرومبوان ما كانش وكنجي هو من هنايا وفي الباب ديال الفوريان كانت خرجات ديباناج مهم وقعت حادثة تمايا كان هو جاي واش مكسيري ولا ما نعرف في هاد الطريق هادي دخل في ديباناج والبار بريز ديال الموتور كان عواج له الكيدون الله يحفظك كان عواج له الكيدون مهم اش نقول لكم واحد الحادثة وقعت له ما تمناش لعدوك عدوك ما تمنهالوش مهم الله يشافيه ما الا كان مازال تيعاني من شي حاجة راه ما نتمنوا له غير الخير واخا هادشي كامل حتى انا ما وقع لي شي حاجه الموتور مشي ديتو ديك الساعه جيت لقيت الموتور مجبد في واحد القنت هو لقيت الامبولونس داتو المحمد الخميس سبيطار اللي معروف عندنا هنايا وصافي انا مشيت دخلت الموتور لواحد الدري تما تنعرفو بقيت غير بارازار تنعرفو تما لقيتو قال لي قلت له اهلا اهلا قلت له صافي خلي عندك الموتور تنجي مشيت عندو درت مع اللازم الصواب مشيت مع الطبيب شفنا داكشي كامل لقينا الدري مسكين مهرس من الفك السفلي ديالو واحد التهريسه خايبه قلت لكم ما تمنهالش شي واحد راه عمليه ما عرفتش شحال باش دارها الدري زويون في وجهه وداك الشيء المهم تعرض لذاك الشيء انا مشيتي الله يسامح له حيت المهم على حساب شنو كان في دماغه واخا كان عندكم هذا الشيء كامل
تعرف تقدر يكون السيد فري كان غيشري عندي الموطور قدر، ولكن انا انسان واعي هذاك الشيء اللي طرا لي معاه وداك الشيء كامل التفاصيل، ومن بعد بديت كنرجع الاهداف السيد ما كانش غادي يشري عندي الموطور، كان غرضو غير يتعاشر معايا باش يركب على الموطور وبقى يمشي يبان على الدراري صحابو. الله يشافيه فيه. المهم راه دابا داز على هذا الشيء 3 سنين ولا شحال راه يكون ولا مزيان، تهضرت معاه من بعد صافي هادشي اللي وقع للدري. اللي بغيت نوصل لكم اخوتي، انسان ما تتعرفوش ما تعطيوش الموطور، ما تعرفو ما تعطيش الموطور، شكون كتعرفو ما تعطيش الموطور عادي الا ما تتعرفوش، هاد راه غير يعني يجي بنادم يكسب الثقه ديالكم التعاطف ديالكم. كون انت ذكي ما تخليش العاطفه تغلب عليك. كيقول هذاك سهيل ما تلعبوش على العاطفه، يعني خدم دماغك، خدم دماغك وخدم اللوجيك. هذا الشيء اللي وقع لي في هذه القصه ديالي اخوتي، ردوا البال بزاف بزاف خصوصا من دوك المواقع ديال البيع والشراء ودوك لي زابليكاسيون، راه عندهم عادات مزيانين تيخليو الناس يلقاو داك الشيء علاش يقلبوا دغيا، ولكن كما فيهم الناس يبيعوا ويشريوا بنيه صافيه راه فيهم الناس ينصبوا على عباد الله. انا عاودت لكم غير وحده وقعت لي هي، وراه كاينين بزاف الدراري وقع لهم اكثر من هذا الشيء، يعني من الخير داكشي كامل طرا لي من الخير الحمد لله. وصافي هذا ما كان، هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم اخوتي، ردوا البال بزاف ردوا البال. وصافي هذا الشيء اللي كان في الفيديو ديالنا، تفرجوا على هذا الفيديو هذا اللي داز، كنت كنعاود لكم شنو الحوايج اللي خصك ديرهم الا كانت الشاطه كطيح وكتسوق الموطور. وصافي وهذه ستوري تايم بلاي ليست، يلاه تلاقوا اخوتي نتلاقاو في فيديو جديد. بيس.